ومدينة إن شاء الله تعالى بريك المعلوم نقول سين أنا لو سقل بيوني يدا وأنا استصع هين ياسك هذا رهين بدك سود وين أنا سود وهذا بعملنا سود وين توقفت إذا كذب وحكى صعور يا إن ديوان قرين ديوان قرين تيرا وين صعطا كار كيرا وقاعدنا إن برارشين تسير ولا كشرنا وانا نقاعدنا إن شاء الله تعالى وحويا وحكى صع إمك عالمك ولا دافع حبتي الاسكودي ده يي يهو كي يهبلو عري صباح دي عد بال الاسكودي لا يا يفرت على الاسكودي لا يا عد كي ما نزور هنا كدي وان غير كاركنا وقاضنا الرفول وعي وعد كهلا على نكرر لنا علمي يا أخوان يا النصيب عاوي يو هلا يا نقول الدعاء نقول عمري عافي ما أتقوى عدنا وحن كل دول قاد عام كلها علوش هذا يو قلن أضحنا عابق يا إما دحوينا عن عيلة هين عالم كبوة يا عرادن انت يا رابر بعضر كمغضة عرادن انت يا رابر بعضر كمغضة إلى عير قابو يا سناك يا عرف كبو هدل عين بدب بيا لقع بيل لقع وين ايو يا لاسك عانها كتير لقع انتوغ ايو انت عالن كبوة قادة تعري سويان نوالي بعد كيولها وعطنا يا عشر لقد دوت الناس يضع في مرقة أنا ولا عريان بانهاي أقول الله بتينا مديرا قريرا عنو توقتا كان كعصر يا هران ما عندك كدقين مقالة دن أنا قسون ويجي يضب قبل كل عيا عندين نمي وعندين ما هب مغينا نمانتين وضياشة وحقرتك هب الله يد الغيرة ذا وشيدي ذا نص عمر حلقا وحوي هنا ضخ خلق يبقى هذا النوع يجرينته ديوان جرينته عبد الحياش إن بذنبا أنو كيف ولينيني دور شو على ما دعور يصير دور شو دون واد ديوان جرينته مركا ديوان جرينته وين قف مواد كستا أو استيوان جليا أو حقولا إنه استيوان جليا ديوان جليا تودي أنا وقت ترتب ودك مو يكده ويترتب يا والله يا ويا ويا هي في حلاوة ترتب يا أو سمدو أما دروك استيو يا ويا وا مركز ترتب كنا وشلا مركز دك مو والله حلو قيمة إن دهنا ضدك كنا ضدك يسكت ديوان جليا ضدك قاعدة يا مركز واحد إذا كوبا غير جود هاسي جود مجالا دن هي مجاله يك خلابا هي قبل كتر من أربعة ده تكون عليه إن الفرصة دا لسي ما أنت مرة بعد الله فصحي مركز صدحادي وانجرين أنت إن أنا بيردرينين وأنا كدافين وفنا يسقوا أنا استوانجرين وحق ولا نستوانجرين أنت عاد كلامك خلا بدينية تورش ما الحين هذا يتمادو ده عد بالو خلا بدينية مركا عدك عدك أنا وكم بدينية أنا وكين يا طيب أنا من إني لك بدي يوم لك كارك غات عن ده اللي هذا عد سجي إسماعيل إن شاء الله وقاري قال عد صدي أو كيري نادي اللي هذا تمان شعب كدق ماذا بيحلو عقالي علم الرايل يعتكر حوان أضيال وحجرد أو ميسان علوس له أيا هلك الدين توان لحدي ساكا وضد السجود شرطة في كارك كقادم يجي يدقمدي قنتي هنا دقري وحيلا ساك هيجن وحاين سودوين تينا كم كا ترى ده عمر إنه دي مقارنة شدة دوان جلين تو شن بقول يا كنتم بعوان عمر السادة دقمدي وكلية وأنا كتشرين يوم يوم يراه وحال كان ده تكار كقادم يجي إلهي بع مهدل هل سبب كان كان عا وهل كان إنتاس أو أمدا أو أديار جرودي حسب جاينا كقريب قادتو هدية أي تهاي محن كلا سودوين هدية أي تهاي كار قادشو هدية أي تهاي أديار جرو معنا سيدا شرف تلا أودد وينه الصاع ميري
way ku mahadsan yihiin anagu hadii waxaan imka joognay laba habeen una soo diyaar garowney hawsha labada habeen iyo labadooda maalmood imka wuxuu noo maraya cid isdiin waan gelisay sida uu sheegay maareeyuhu 500 iyo 100 bay maraysa imka deegmada riyo xirooy inagu waxaynu nahay xisbiga wadaani ragi gunta ka hurkumay baynu nahay nin og iyo nin aan ogayn imka na ilaa iyo halku ku dhamaanayo halku ku dhamaanayo imka na insha Allah taala waa meel mustaqbalkiisa waynu la dhamaanaynaa waynu la dhimanaynaa degmada waa wadani waligeed wadani ma ahayn kuwa ku xigaalay imka waa wadani dadku waa wadani farxad bayno tahay maanta inaan u aragno gudoomiyaashii oo dhammaystiran cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro xirsi cali xaaji xasan waadeeyo axmed afyare dhammaan aad iyo aad nabadii salaamaya ku xigeenkiisii dhammaantii soo dhawaada dhallinyarada heer qaran heel gobol diiwaangelinta diiwaangelinta inaanu wacyigelintii ka qayb qaadano oo bulshada ku baraarujino oo dhex marro oo dhiirigelino oo saxno oo u sheegna waxa looga baahan yahay ayaa socdaalkaygu ahaa. Qof waliba haysdiiwaangeliyo aan hore isu diiwaangelin ama ah dadkii ay komishinku yaadeen haysdiiwaangeliyaan. Dadka ay komishinku haysdiiwaangeliyaan waa dhallinyaradii ama caruurtii markii hore aan qaangaarka ahayn haysdiiwaangeliyaan, sidoo kale kuwii markii hore maqnaa ama xanuunsanayay aan isdiiwaangelin haysdiiwaangeliyaan, sidoo kale kuwa kaadharka la siiyey maalintii hore waraaqaha ee aan kaadhka la siin dib bay isu diiwaangelinayaan kuwaasuna. Waxaa la mid ah kuwa la diiwaangeliyey ee aan kaadharkii doonan, kaadharkii kuwa aan doonan ee kaadharkii ka dhaceen kuwaasuna way isdiiwaangelinayaan. Waxaa la mid ah kuwii kaadharku ka gubteen intay mar labaad isdiiwaangeliyey, kaadhkii hore leeyuu kaa gubtay, waa kuwaasuna isdiiwaangelinayaan. Qofkii isdiiwaangeliyey ee kaadhkiisii haysta isma diiwaangelinayo. Haddii aanu ahayn qof wax ka mida ka bedelaya, maalan degmadan ka bedelanaya oo Burco u bedelanaya, ama degmada Burco bay ka tirsantahay oo Oodweyne u bedelanaya, ama Hargeysa u bedelanaya, qof yacni wax ka bedelaya kaadhkiisii ama uu kaadhkii ka lumay oo kadibna kaadhkii lumay bedelanayo le kaadhkiisii uu iga lumay, labadaa qof xaaladoodu waa ka duwan tahay. Oo kuwa sida cusub isu diiwaangelinaya maaha. Marka waxaan leenahay isdiiwaangeliya, isdiiwaangelintaas aanu soconnaa, taasaanu baraarujinaynaa, taasaanu hawsheeda dadka la doonayo inay isdiiwaangeliyaanna waa la tilmaamay, komishinkuna waa tilmaamay, wacyigelintu intaa way socotaa. Marka dadka cusub ee aan hore isu diiwaangelin, dadka qaan gaadhay, dadkii waraaqaha berigii dhoweyd la siiyey ee aan kaarka la siinin, dadkii aan kaadhka qaadan 16-kii iyo 21-kii, intaasoo dhan waxay la mid yihiin qof cusub, waa inuu dib isu diiwaangeliyaa. Waxaa kaloo dib isu diiwaangelinaya qofkii kaadhka ka lumay oo wuxuu sheegayaa inuu kaadhka ka lumay, waana loo bedelayaa kaadhka. Waxaa jira berigii baarlamaan baa loo tartamayay iyo deegaano. Waxaa laga yaabaa dad badan oo reer riyo xidhaa in Hargeysa laga soo qaaday oo la keenay Burco ama wadan riyo xidho. Marka qofkaasi hadduu imika doono Hargeysu kaadhkii u bedelan karaa, maadaama ay doorasho madaxweyne tahay. Marka inagu ka faa'iideysanayna fursadda maanta taagan ee nala siiyey, inkastoo sanaduuqdii la yareeyey la iska diiwaangelinayay oo aad iyo aad loo yareeyey, 117 laga soo reebay, hadday 2000 ahaayeen berigii hore goobuhu, waddankoo dhan waxaa laga soo reebay 176 ama 74 goobood. Somaliland oo dhan wadankiisa markaa baaxadda inta dee goobuhu aad u koobayaan hala dadaalo, waan ognahay ma hawl yaraa weliba dadka xoolo dhaqatada in mar loo yeedho isdiiwaangeliyaan, in mar loo yeedho ay kaadh qaataan, in mar loo yeedho ay codeeyaan, waa hawl adag. Laakiin aynu adkaysanno, guushu adkaysiga ku jirtaa. Insha Allah waynu guulaysanaynaa.
واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ماتكيش يا سماح ما شاء الله سيح معاك كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتاه شن بات كوش بان كرتاه شن يتون بات كوش بان كرتاه لبات هم بات كوش بان كرتاه